جماهيري كبير. نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة، بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية، كل شيء أصبح جاهز. جو كورة يا جماعة ومباراة منتظرة يا جماعة. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. بداية أحداث اللقاء، وأجمل بينية، تشتيت الكرة، يستعيد الكرة سريعا، مرت الكرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، تغيير لاعب على الأجناب، لا يمكن إهدارها. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ديل بييرو، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. الكرة ملعوبة من مسافة، كولر، ديل بييرو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أليساندرو ديل بييرو، تحرك جميل لكن التسديدة لم تكن بالدقة المطلوبة. تلعب الكرة إلى الأمام، خلص الكرة ونجح في إبعادها. ممتازة من تسديدة من أول لمسة، الله على روعة الهدف. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد، عندما يكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة، لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. ديل بييرو، تمريرة قوية أكثر من اللازم، يلعب كرة طولية إلى الأمام، والتسديد، مجهود فردي غير عادي، جميل منا في هذه اللقطة، اختراق غير عادي، مهارة غير عادية، مستوى كبير
يقدم في مباراة اليوم، لكن السؤال الكبير وين الهدف؟ كرة طويلة للأمام، يلعب كرة بينية، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى الجماعة اللي فاتتهم بداية المباراة. فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا هذا اليوم، هدف مقابل لا شيء الآن. كولر، كرة من جهة اليمين، ديل بييرو، أليساندرو ديل بييرو، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. كولر، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. تمريرة جميلة، يحاول يسدد. ديل بييرو، تحرك جميل، كرة مع الآن، ماذا سيفعل مع هذه الكرة الخطيرة؟ كرة على الطرف، يلعبها عرضية، يقطع الكرة، الكرة ملعوبة إلى الأمام، يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام، يلعبها لمنطقة الخطر، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كرة إلى الأمام، ديل بييرو، ضغط قوي وينجح في استعادتها.
فايت يبحث عن المهاجم يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. ديل بييرو، كرة طولية إلى الأمام. تغيير لاعب على الأجناب. قد تكون هذه فرصته. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. قرار الحكم في وجود خطأ خارج منطقة الجزاء، الإعاقة كانت خارج المنطقة في رأي الحكم. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كرة طولية إلى الأمام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. ديل بييرو يحتسب الحكم ركلة حرة. يسيطر على الكرة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. ديل بييرو. ديل بييرو. أليساندرو ديل بييرو. رائع هذا التصدي، رائع الحارس، رائع ردة الفعل. ديل بييرو قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. تغيير لاعب على الأجناب. كرة تعود للخلف. يستعيد الكرة بسرعة. فرصة هجوم معاكس. تلعب الكرة إلى الأمام، يبعد الكرة عن المرمى. مرت الكرة بشكل جميل، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه.
كرة خطيرة أمامه، مجال التسديد. ديل بييرو، يمر يلعب كرة بينية، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. أليساندرو ديل بييرو، الكرة ملعوبة من مسافة. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. صافرات نهاية الشوط الأول، إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم، تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة. ديل بييرو، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. عدت الكرة ثم الكرة العرضية. كرة طويلة للأمام، ديل بييرو، ضغط قوي وينجح في استعادتها، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ الخطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. كرة طولية إلى الأمام، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. ديل بييرو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. نورد فايت، كولر،
بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. ينقل الكرة للجانب الآخر. بعثت ومرت وصلت إليه، يبعدونها ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. تلعب الكرة إلى الأمام، رأسية مذهلة، لم يكن محبوبا. كرة طويلة للأمام، لمسة إلى الهجوم، يلعب رمية التماس. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. يلعبها لمنطقة الخطر، قد تكون هذه فرصته. الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. يمررها لها بشكل جيد، ينجح في إبعاد الكرة. تغيير لعب على الأجناب. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. ادخلت كرة إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية وترجع الكرة إلى الحارس. يرسل كرة إلى الأمام، ديل بييرو، كولر، ديل بييرو، ديل بييرو. بكل قوة، بكل إصرار، يواصل المشوار. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يبحث عن المهاجم. لمسة بينية،
يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. رود خليد فرصة للتسديد، تصرف بشكل جيد، نجح في ابعاد الكرة تحت الضغط. ديل بييرو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. والآن عملية تغيير، تغييرين دفعة واحدة. خلص الكرة، الكرة ملعوبة من مسافة. كرة طولية إلى الأمام، روبرتو باتشيو، روبرتو باتشيو يلعبها على اليمين. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. تحكم مذهل بالكرة. ديل بييرو. يلعب الكرة إلى الأمام. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. رود خليد، هذا ارتياح كبير. ديل بييرو وصلت إليه. رود خليد، فرصة خطيرة، يسدد الكرة، لم تسبب أي قلق للحارس. جهد رائع جدا برغم إمكانياته العالية، لكن بصراحة مع وجود هذا الضغط الكبير، هذا الكم المدافعين، لا يمكن له أن يمر.
روبرتو باتشيو، ديل بييرو، ديل بييرو. يلعبها للجانب. ديل بييرو. روبرتو باتشيو. روبرتو باتشيو. ديل بييرو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعبها لمنطقة الخطر. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يرفعها داخل ال 18. نورد فايت. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز. إلى يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الله، تسديدة في اتجاه المرمى. كان بإمكانه أن يسجل لكنه في الأخير فشل في ذلك. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. ديل بييرو. روبرتو باتشيو. ديل بييرو. أليساندرو ديل بييرو. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. تألق مرة أخرى من جانب حارس المرمى، تعامل غير عادي مع الكرة على مرتين وإنقاذ لفريقه. روبرتو باتشيو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. نورد فايت. يلعب كرة طولية. يمر ويلعب كرة بينية. كرة طولية إلى الأمام. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. تدخل جميل واعتراض أجمل. يلعبها عرضية. نورد فايت. الكرة ملعوبة من مسافة. آخر فرصة لهم الآن، فرصة مهمة جدا من أجل التسجيل. الوقت يداهمهم، يجب عليهم نقل الكرة إلى الأمام بشكل سريع. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. فارقة الصافرة، تأتي المباراة إذن عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من